عايزين نتحكم في المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وإن دائماً اللي بيقوم بهذا النظام بنقول عليه الإدارة العليا، ودائماً الإدارة العليا بتكون هي الإدارة السائدة، هي الإدارة اللي بتخلق النظام وبتشرف على النظام. ودائماً بنقول الإدارة العليا لو إحنا بنتكلم عن يعني مدير السلامة والصحة المهنية فهو بيندرج ضمن التشارت المتعلقة بالإدارة العليا، وإن مدير السلامة هيبدأ إن هو يختار لجنة فنية علشان إن هم يبدأوا يعدوا تقييم المخاطر، وهيبدأ يحط تاسكس معينة ويبدأوا يتناقشوا في البداية عن هذه الخطة، ويبدأ إن هو يشوف بقى هذه المهام اللي موجودة لهذه الخطة، ويبدأ إن هو يوجه كل شخص منوط وكل شخص مسؤول من هذه اللجنة الفنية لأن يقوم بهذه المهمة.